مارست ميليشيا الحوثي وصالح بحق سكان مدينة تعز في هذا المعبر، معبر الدحي، انتهاكات وأعمال تعسفية. ذهبنا لاقتصاص بعض هذه النماذج وظفرنا بجزء منها، فيما فضلت بقية النماذج أن تتوارى عن الأنظار، فما حصل لهم ليس حديثاً يقال أو قصة تروى. لجأت ميليشيا الحوثي وصالح أثناء إدارتها في الأشهر الأولى لمعبر الدحي إلى سياسة المد والجزر، فكلما زادت وتيرة الضغط عليها في جبهات القتال زادت من شدة الحصار والعكس. اتبعت خلال ذلك أسلوبا استفزازيا في عملية الغلق والفتح أمام المارة دون مراعاة لظروف أحد. يجي وقت ينزلوا، وقت اشتي يرجعوا، هذا يقولوا اشتباكات، ما في شيء يرجعوا، والناس اشتي يدخلوا اشتي يرجعوا بيوتهم الحريم اشتي يرده، هذا يتعسفوهم، يقولوا له وقت اشتباكات، وقت كذا، ما فيش كذا، ما فيش كذا، يعني حتى لو إذا سمحوا بأنهم يرجعوا مرة ثانية ببعد عذاب وإهانات، ما يسمحوا لك شكا، يعني ترجع زي ما دخلت زي ما نزلت. أيا كان لا يستوي، يعني إذا خرج النساء من المدينة يعني جيباً أكل أو بعض الخضرة، يعني أصبحت سوق هنا في برباشا ممنوع الدخول الساعة 5-6، من يرقدون هنا في الأزغاط أو في لا في بيوت كذا يمكن يرقدون منها. خلينا نقسم عندنا أونا بالحارة حقنا كل إحنا هذا من جهة الجامعة لأونا، هذا كله كان قسم النساء قسم عندنا لا يوم ثاني الصبح مبكرين الصبح ما ادري لقيت المعبر عشان لا يلا يزعني يسيره يلا ننقذهم بمسير روح لهم مع عشان لا لا مواد ولا عشان طماطيس ولا عشان بطاط ولا عشان خش يلا نروح لهم شو كلهم حق المدينه ذاك الحاصل حتى يكون قاو مستتر بالحاصل. استهزاء بالناس، لفش احترام كبير السن، ايش اقول لك، يعني انهم يعاملوا حيوانات ما يعاملوش بني ادم. يعني خارج من تعز لصنعاء واني يعني معي اطفال، المهم يشوفوا الاطفال يعدوا، لا ضروري نجلس بين الشمس نراعي للقائد ندري فلان فلان عشان يسمح لنا بالمرور، يعني يحسسوني انني مش بوطني. اجرام بني اسرائيل كانوا ما يعملوش كذا، كانوا يحجزون الناس من يومين من ثلاث ايام ما يروحوش بيوتهم، ما يعصش قط يومه، ينزل هنا بقط يومه، يهتان يضرب يتعذب هنا يقص من ثلاث ايام. المواطن عاني كثير بمرحلات المعبر هذه. مثل الحصار الغذائي الركيزة الأساسية التي أجبرت سكان المدينة للمرور من المعبر بحثاً عما يسدون به رمقهم، فكان الآلاف يتدفقون يومياً إلى المعبر ويقفون لساعات طويلة أمام صبيان تلك الميليشيا بمشاهد سادتها لغة العنف والغطرسة والممارسات اللا إنسانية. من سبع ساعات الفجر بكل يوم شو من هنا من فوق من الجامعة طلع ممنوع الدخول المبش، ما فيش لا الساعة 7:30 7:30 بدو يفكوها هناك لا عند المعبر، تتعرف من هنا مصنع البلوك هذاك لا عنده ذاك، بدو هناك العسكري جالس هناك باب الفتحة هذيك جالسين اثنين أول مرة يبكروا بعد بالأخير كل واحد الماذا كحقهم الله ما يدرونه بندقه عمله واصل بيدو
ما يقبلش حتى خبر منك. وبدأ الدنيا تتحرك بعدين بدوا يلا يفكوا، كانوا يفكوا لناس 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 اللي اشتعب رؤوسهم، واللي مش راسهم رؤوسهم قسلوه هناك، قس هناك لا طلع براسه ما يشاكش الجزاء ما يخليك، والله ما يخليك ان انا قسيته وقيك انه 8 ساعات. يوم ما قالوا معانا الإغاثة اللي كانت بير باشا بداية المحبر، أخذت الورقة هذه وعملت لها المحبر، قلت لها يا ابني معي إغاثة، قال لي امشي، قلت له معي دب الغاز، أنا ما عنديش أولاد بهلهم لحالي، لفت على الدب الغاز أشوف من بيسنت الإيدي يشوف من هنا يرتفع صدق كتف تراب 1.5 متر، هذا القها حريم ماسكين طابور من 3 × 4 كذا، والرجال هكذا هذه الدف لما حجر كذا ساعة الكورة كن شضرب على وجه ما أدري ما إيش يدي عملت على كذا، ها ربك ستر، ولكن وجهه وساني والله كنت حي ولا ميت، أفضل كنت أموت ولا أتذكر هذه اللي فيها. مالك؟ قال أقسم بالله بازوكا بازوكا كبر منهم في طيح دبابة، أقسم بالله لا أقل رحى فوق رأسك. طيب قال رحى فوق رأسي، أنت إيش تسلام؟ البشر هذا اللي بقانا بيش إسلام؟ ما كلمتش كذا، بس أنا أقول لك يعني الرجال اللي قالش يسلموا شوف عقلية لاوي. قلت له أمرك لله، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله ينتقم منك. رجل كبير السن وحامل نص جونية دقيقة، يعني إيش أقول لك، ابن طفل صغير منهم وشال ودقه هنا بالآلي هنا لما يعني دوخ أو إنه مات أو الله يعلم. هذا الموقف اللي أثر بي بشكل فظيع، يعني رجل مسن مسن يعني كبير بالسن وحامل نص جونية، ليش بيعدي أصلا؟ شو إنهم بالطابور ليش بيعدي بين الشمس؟ لا دقه إنه بالآلي هنا. كان نطلب الله بعدين أقوم من عندنا على حوثة، بعدين نحنا بعدين قلنا معنا عربية نطلب الله، كنا بعدين نطلب الله قلنا نجزيها كا واسم يفتش نحنا، قلنا أنا معكم قاتم، قلنا معنا دقيقة مكلف اسم نطلب الله يشعطوا علينا واسمه وحبس نحنا، كانوا يجي دخلوا الدقيقة والسرقوا هذا معهم مخزن هنا مخزن، دخلوا المخزن واسمه عملوا دقيقة والسرق المخزن، بعدين قلوا ماذا شلوا العربية علينا. ضربوا نحنا وحين ضطموا نحنا وحين كلنا نحنا كسروا نحنا حين ضربوا نحنا ولم عليه فاذا هذيك مرة والله واحد من اسمه مكلف قلت له شو دخلت اسم السكريم ذكرم السكريم بوقعه كان يجزع ثلج خرج يعني له هناك ومعه أبنائه جزع ما ذا الحين أجاءت القذيفة صابت الولد دخلت له من الرأس يعني وطفعني. اتصلنا عليه قلنا له ادخل ابنك يعني توفى، فجزع اللي عند النقطة حق الحوثة رفضوا، قالوا لي يموتوا أهلك بكلهم ما في لك دخول. واحتجز 3 أيام جلس برباشة، وبعد 3 أيام دخل والابن حقه حاطين هناك في دكان، لليوم الثالث أجا وتم الدفن حقه. لم تقف الميليشيا عند هذا الحد، بل ذهب بها الأمر إلى تعقيد المشهد بأساليب أكثر إيلاماً تمثلت بإتلاف كل شيء يصل به المارون إلى نقطة المعبر أياً كان نوعه وحجمه دون مراعاة لأبسط حقوق الآدمية في الحياة. 3 مواقف أمامي، موقف قنص الطفل فوق متر كذا عشوائي، وموقف ثاني واحد شيبة، والموقف الثالث اللي حصل معي انا شعطوا عليه السكر والبطاط والطماط والخضره بشكل عام، قامت تدعي علي بالضرب بين الخساء واحتجاز داخل الدكان 2 ساعة واللي فرق عني بعد 2 ساعة منع دخول المعبر مره ثانيه. 3 مرات كيس دقيق وطم سكر صدروها علي. دباب الغاز كان بعضهم ياخذ بندقيتي ويرمي عليها حتى يعني تصبح تارفه وغير معدل الاستخدام، إضافة إلى كثير من المواد الغذائية التي تم تقطيعها من أيدي السكان، مواد الثلج، الأرز، السكر، الكثير من المواد الغذائية التي
قطعها مسلحي جماعة الحوثي وأخذوها من هؤلاء السكان عنوة من أيديهم ومنعوا عبورها إلى وسط مدينة تعز. مرة رحت شليت قات وحبتين ومشيت ماشي الحلا موظفين حق بيت هايل كانوا يسمحون معهم بطاقة. قلت لهم خميس وبكرة جمعة قادرين من الأسبوع لأسبوع. قادرين أخاف من المعبر بعد أشوف الدهفة هذه كل الموقف حتى لو أنا نايم مغلوب أموت. أنا زي ما عادش تقول زي أبوه زي جده. ولد عمره ما يتجاوز العشرين. بعدين أداء يلا فتش لفوا قات معي حبتين كذا ماوية صغير. خزن من الأسبوع لأسبوع. ويشلهم يتخيل لك يشلهم من يدي من الجيب طلعهم قلبهم كذا وللأرض. يعني لو حط أنا ما شفرق مني قطرة دم ليش يا ابني أنا تعبان أنا في سكر أنا استعمل هذا مش إلا خمرة ولا طيب خلاص شلفوا شرقع قال لي ما عمت لا عندما يطلعوا أصحاب السيارات ورجعت قلت يمكن يغير شلف قاتي إيش أقول لك ما بحسش على بس علقات مولعي ارجع له قال لي افتح لك الدكان قلت له امرك لله حسبنا الله ونعم الوكيل انا ايش سوي ايش اللي ارتكبته انا ولا غيري ايش اللي سووه ما عملناش حاجه وقفوا احنا من اعمالنا كنا نعيش يعني صاحب العمل رقم بك في الشارع وهذا حاصلك من الجهه الثانيه ايش يسوي هذه ثالث سنه احنا جالسين بدون عمل ايش نسوي احنا نقول حسب الله ونعم الوكيل الله يصيبه ويصيب اللي بعده ما كان السبب هذه كله لكل من كان. خطوة تصعيدية اخرى لميليشيا الانقلاب في المعبر عندما قامت على توسيع جرمها من خلال تبني عملية قنص ممنهجة بحق أبناء مدينة تعز أزهقت على إثرها أرواح الكثيرين دون ذنب سوى أنهم عابرون يبحثون عن كسرة خبز أو شربة ماء حرمتها عنهم وقتلتهم لأجلها. في إطار المعبر كان تبت الإريال هذه اللي فوق الجامعة فوق عمد تبت القراقر تبها القراقر هذه تب اللي فوق هذه تبت كان على المعبر أصلا هذا كان محل القنص فوق الجامعة مباني الجامعة الخوعة العمائر اللي تحت الخوعة هذه يعني حول المعبر ما يوم تجزع إلا يطلع واحد يا مقريح يا قتيل من المعبر لأنه يقع كان قنص معهم فوق التباب هذا أحيانا كان يقع رمي عشوائي والناس والمواطنين موجودين تقي فوق الدبابات كان فوق الناس كان كل يوم يسعف أحد يا يعيش يا يموت يطلع أو نتطلع الحرمة يطلع الرجل قد كره اليوم اللي نزل تصلوا حرمة أنا كنت عايشنا أصل هنا تصل جنبي ترقم بالسامة ترقم تقول لا كنت ما نزلت تصلونا بالمقاضي بعباقي لكيلو طماط كيلو وقانب قفلات الدب الشارع ترقع تصلون ترقم بانونا تقول لك قد تعذبت بالطلعة هناك وقد ماتت مئة موت بالطلعة وهي مفتقع إن تصل ما تصلش. طفلة في الخامسة من العمر يلاحقها القناص في حوالي 7 أو 8 ضربات حتى يقتلها ماذا فعلت؟ ماذا من تلك الطفلة؟ الثاني ملاحقة الناس برغم أنهم لم يكونوا لهم رادعين أو رافضين بشدة رافضين بقلوبهم لكن لم يمارسوا ضدهم أي شيء قنصوا علي وأنا ماشي شوح البيت حقي قنصوا علي وشديتوا بعدين شديتوا ما خلوني لا دخل لا مي ولا أكل ولا شرب خلاص رحلتوا من البلاد هذه قلنا لهم لكم ملقين البلاد ما هو اللي ما هو الحاجة اللي احنا ارتكبناه مش احنا يعني يوم ما حكون اخوان ناكل سوا نمشي سوا ايش اللي قال صاحب تعز ايش عمل
ما عملت اي حاجه، ما عملت اي حاجه ولا ارتكبنا اي شيء. ايش اللي حاجه اللي احنا حتى يتولوا امورنا بالدرجه هذه؟ لا، حتى اسرائيل ما كانت تعمل هكذا. أسلوب آخر من سلسلة انتهاكات الميليشيا بحق أبناء المدينة في معبر الدحي تمثل بفتح المحال في محيط المعبر كمعتقلات وسجون، أعقبتها بحملة اعتقالات يومية بحق الكثير من العابرين، منهم من تم تحويله إلى معتقلات أنشأتها في أماكن متفرقة من المدينة، والآخرين يتم تعذيبهم ويطلق سراحهم. هي ليست سجون مخصصة كسجون، وإنما كانت عبارة عن دكاكين في عمارات تابعة لأشخاص عاديين، كان يتم حجز الناس داخلها، أو أي شخص هنا كان يشتبه فيه أو حتى لم يشتبه فيه. المسألة كانت عبارة عن مزاج، كان يعتقل ويدع هنا في هذا الدكان لفترة يوم أو يومين، ثم ينقله إلى مدرسة الحياة. الدكان هذا كان عبارة عن يعني تسد جميع الأبواب، لا يوجد فيه أي منافذ الهواء، لا يوجد فيه مرحاض أو دورة مياه. كان المسألة يعني كل شيء يحدث، أكله وشربه وهذا داخل هذا الدكان. كل من يريده مسلحي جماعة الحوثي أو يريدون احتجازه يحتجزوا في هذا السجن، إضافة إلى سجون أخرى من بينها مدرسة المنار ومدرسة الرشاد ومدارس الحياة، مدرسة الحياة في المطار القديم، وبعضهم يأخذوهم إلى مدينة الصالح، مدينة الصالح السكنية في منطقة الحوبان شرقي مدينة تعز. بعد 6 أشهر، أي في سبتمبر 2015، ذهبت ميليشيا الانقلاب إلى خنق الحياة المعيشية على مدينة تعز بشكل أكبر، من خلال قيامها بإغلاق المعبر تماماً، وبلغ الحصار فيه ذروته. فكان ظروف صعبة في الأشهر الأولى حقيقة، إلى شهر يعني 11-12-2015 كان أصعب فترة، كانت أصعب فترة حقيقة. ما كانش الدعم التحالف كان لم يبدأ بشكل يعني مباشر، وكان لسه بدايات التشكيل، فكانت الظروف صعبة ونحن كنا قلقين. يعني ما كان لم يفصل عنها بيننا وبينهم سوى عشرات الأمتار. يعني عام 2015 أصبحت جماعة الحوثي متحكمة بمدينة تعز بكل مداخلها، حتى أن حركة السكان أصبحت منعدمة تماماً إلا من هذا المعبر الذي يمر فيه السكان ويدخلون أو يخرجون بإذن من المسلحين المسيطرين على هذا المعبر وعلى الطباب المطلة على هذا المعبر. الحصار أثر في ناس كثير، الواحد يشتري الشراع لجهاله ولبيته ولأبوه ولأمه، ما يعطي شروه عندهم لأنه المبلغ كبير مش قليل، سلاح بألف بألفين، اليوم يخرج بعشرين بثلاثين بأربعين سلحة بأربعين رقعة، هذه أكبر جريمة علينا. وأنت يا الحوثي اللي مدري من أين جئت لنا، من أي عالم جئت، يكفيك ملا، يكفي خراب، يكفي كذب، يكفي دقي، أعتقد أنك أنت المسيح الدجال، يعني تقول ما تعملوش، أنت المنافق إن شاء الله، بدلك الأسفر من النار إن شاء الله بإذن الله. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، نزلتم لتعز تقتلونا، روح أمريكا وإسرائيل، كلنا شنو روح أمريكا وإسرائيل نقاتل أمريكا وإسرائيل، والله إن طلع أمريكا وإسرائيل أحسن منكم، عدوهم يدوا لنا إغاثة، تكذبوا علينا، ما أنتم سرقتوا حتى الراتب، أبسط الحقوق حقنا شليتونا، راتبنا، ما نشتي لا إغاثة ولا نشتي شيء، نشتي رواتب، نشتي حقوقنا بس، نشتي نعيش بأمن وسلام بس، شلوا لكم كل حاجة، شلوا الثروات السمكية ولا بس خلونا نعيش. الله سبحانه وتعالى بس قبلنا رسالة وطمأنا في بنا ذي الحياة، الدنيا متاع الغرور،
وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نهايتكم قريبة، نهاية كل ظالم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فاقم إغلاق ميليشيا الحوثي وصالح لمعبر الدحي أوضاع الحياة كمنظومة متكاملة، وابتدأت على إثره بفصل جديد من فصول حربها العبثية على المدينة.